السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو. النقيب شوشان: أتبرأ من كل جزائري يستهدف قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق قايد صالح. تبرأ النقيب أحمد شوشان من كل جزائري يستهدف بأي شكل من الأشكال قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها المجاهد الفريق أحمد قايد صالح. وفي رسالة وجهها أحمد شوشان للشعب الجزائري يوضح فيها أنه وفي للجزائر وأفنى عمره من أجل كرامته بأن واجبهم الوطني، قائلا: أنا النقيب أحمد شوشان. أعلنت ليلة 5 مارس 1992 للعقيد إسماعيل العماري والرائد بشير صحراوي المدعو طرطاق وأنا مقيد اليدين والرجلين في مسلخ التأديب بابن أكنون بأنني من جزائر مصطفى بن بوليد والعربي بن مهيدي والشادي بن جديد، وأبرئ من جزائرهم هم وربهم نزار وحزب فرنسا. واليوم في ليلة 5 أفريل 2019، وقد مضى على هذه الحادثة 27 سنة قضيتها مناضلا من أجل أن تتحرر الجزائر من الاستعمار الفرنسي. غير المعلم بوجهه مكشوف وصوت مرتفع ورأس شامخ وإخلاص تام في النصح للشعب الجزائري وقيادة جيشه الوطني الشعبي. أعلن أنني أبرأ في الدنيا والآخرة من كل جزائري يستهدف بأي شكل من الأشكال قيادة الجيش وعلى رأسها المجاهد فريق أحمد قايد صالح وكل من معه بالأخوة الضباط الأحرار في القيادة المرابطين على ثغرة الجزائر التي رمتها فرنسا العاهرة وفلولها الخائنة للجزائر المستقلة من قوس واحدة طمعا في استعادة نفوذها على الدولة الجزائرية بعد استقالة بوتفليقة. وأنا أشهد أن الله وأشهد العالمين بأنني مع قيادة الجيش الحالية إحراب من حاربها وإسلام من سالمها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.